سبحة الكهرمان تعتبر من أرقى أنواع السبح، وعادة ما يكون لونها مائلاً إلى الإصفرار. أما رائحتها الزكية فسببها أن الكهرمان مستخرج أصلاً من الأشجار الصنوبرية تحديداً. طيب، للحديث عن أبرز تصاميم سبح الكهرمان تنضم إلينا في الاستوديو المصممة العراقية زينب كبة. صباح الخير زينب. صباح النور، مرحبا. تصميم السبح يعني قديش مهم انه يكون برضه في يعني مجاراه اللي هو لما هو سائد وجاري على غرار يعني الموضه في العالم بشكل عام؟ هو السبح يعني مقتصره على الرجال اكثر شيء، فاحنا حبينا انه اسويها للنساء بعد هم يستخدموها. انه تصميمها هي هذا تصميمها للرجال اكثر شيء يستعملوها، فقلنا ليش ما النساء هم يستفادون من عندها؟ لانه فيها فوائد كثيره، هي الكهرب من ريحته تطلع وفوائد موجبه، يطلع شحنات موجبه من عنده. يعني بس هم في كثير ستات يستخدموا السبح، كثير بس قليل يعني، فحبيت اسويها على اسواره حتى يعني يقدرون يستعملوها النسوان. ايوه بعد. طيب وش معنى الكهرمان؟ لانه له فوائد كثيره. يعني مثلا للصداع، اذا احد عنده صداع، او هذاك اليوم مراه كبيره بالعمر شافتني قالت اذا طفل صغير عنده الصفرة، مرض الصفرة، بس تحطين مسبحة الكهرمان عنده تروح الصفرة يومين. طبعاً نتركه للأطباء، يعني الأطباء بيزعلوا منا يعني. حتى الأطباء يعني يعرفون. مرة دكتور يعني أنه قال أنه فيه يعني يعني لأنه طبيعي هو. إن شاء الله بنعمل فقرة بنستضيف عن هذا. طب الأحجار من وين بتجيبيها أو هو الكهرمان أو الكهرب بالعراق نسميه كهرب، وفي قسم يسموه كهرباء، وفي بالانجليزي امبر يسموه. هو اكثر شيء الماني بولندي انواعه، وبكل مكان متواجد. يعني مثلا لما نقول بولندي بتجيبوه من بولندا يعني خصوصا؟ هو من بحر البلطيق يطلع اكثر شيء، ومن الاشجار المدفونه يعني. الحين ما تلاقي، انه ما موجود بكل مكان لانه يعني صار نادر حتى يعني اسعاره مرتفعه يعني، لانه ما تلاقي اصلا مكان. انه بعد فتره من الزمن لو حاول الواحد يرجع يبيعه سعره بيكون اعلى. عاده الكهرمان. طب نتفرج على الأساور. هذول الأساور يعني في أشياء كثيرة. شيلي واحدة إذا ممكن. مثل هذول اللي لابستهم. مثل اللي أنت لابستيهم. يعني إنه هم تقدر تستعملها كأسوارة، وهم تقدر تسبح فيها المرأة. وضفنا عليها يعني ذهب شوية. تقدر. فهي إنه بتسبح. وتلبسها نفس الوقت. أسوارة كمان. لأنه الكهرب لازم touch the skin، يعني يكون للبشرة، لأنه في مثل ما قلت لك شحنات موجبة. وممكن تحط كذا واحدة كمان. أي ممكن مثلا مع ألماس، مع فضة نسوي. عاملة كمان مع ألماس. أي هذولا. إنه ما نقدر ندخل كثير أشياء عليه، لأنه هو حجر الكهرب بذاته حجر قيم. فيعني إنه ما يحتاج نحط عليه هواية أشياء. فهذه بالألماس. طيب الألوان يعني قديش بتحاولي أو بتحرصي على إنه تكون ألوان مثلا لافتة، أو يعني تحط كذا لون بنفس زي ما احنا عم نشوف مثلا باللي بايد ساره؟ هو حسب يعني اذا المراه شو تحب، يعني في ناس يحبون لون واحد، في ناس يحبون كذا لون، فانه تصير يعني لا يعني اكثر شغلك بناء على الطلب. وعلى الكهرب يعني اكثر شيء، لانه هو الحجر يعني في قالوا ناس تسوي زمرد، تسوي لولو، يعني هو الحجر حلو لانه الكهرب له قيمته. طيب ومع مرور الوقت بين كلامك يتغير لونه، يعني مثل ما شايف هذا هاي عمرها شيء يمكن هذا اللي كنا بدنا نسالك عنه. هالقد يعني كزانه زي البلح عامله. طبيعي لانه طبيعي هذا، ولونه متغير مع الوقت، وبعد اذا بقى كم سنه بعد يصير لونه اغمق. يغمق حيصير. كل ما لونه اغمق كل ما يعني قيمته. قلتي لي قديش عمرها هذه؟ هاي شيء كم الف سنه عمرها، يعني انه هذول انتيك، بس اثنين عندنا. انتيك الاثنين هذول، يعني هذول بعد ممكن ما تلاقيهم انه ما يكونون متوافرة. طب وهذيك ليش كده لونها على شوية هذا بس أورنج. النوع بالعراق موجود منه مطبوخ في طبخين فيه. مطبوخ عشان لونه يتغير، لأنه الكهرب ما يتغير لونه، فإنه بالاستعمال يتغير. ففي ناس يحبون ألوان بالعراق هاي مسويها. بس طب الخيوط اللي بتستخدميها برضو هنا لازم يكون في لها انتقاء معين؟ حتى عشان التسبيح ولل يعني تكون نوعية جيدة حتى يعني سهله. والدوم يعني ما تنقطع. الدوم وللهذولا يكون الاستيك شوي عشان سهل باللبس، يكون مثلا يعني هيك ثمينه وفجاه واحده ينقطع الخيط وتروح الحب تبعثر هنا وهناك. وفي هذولا اللي فيها حشرات اذا تقدر تشوفها. شو فيها؟ حشرات. حشرات فيها. حشرات صغيره هاي، يعني بعد نادره الوجود هذولا.
يعني جواتها حشرات من جد. جواتها في حشرات يعني حقيقية. اي حقيقية في اذا بده يشوفها. من وين جبتيها هالحشرات؟ هذول هي موجودة داخلها يعني بمرور الوقت انه لما الاشجار تنزل الصمغ تتكون تنزل. طبعا اكيد مش راح يشوفوها المشاهدين لازم نجيب مجهر يعني خلاص لازم يثقوا في كلمتنا. هاي رح نبعد فيها شوفي هاي مبين شوي اكثر. هذه برضه اسويرة فيها فيها حشرات. اذا في فيلم جوراسيك بارك لما سووه هو من حجر الكهرمان لما لقوا الحجرة وداخلها حشرة على هالاساس سووا هالفيلم وانباعت بالمزاد شي مليون دولار انباعت حجرة الكهرمان اللي داخلها حشره لانه نادره الوجود. طب يعني قديش في مثلا سهوله في انك تجيبي هذه يعني الحبات حبات السبح يعني متوفره بشكل اي وقت؟ لا متوفره لا يعني انا زوجي هو اختصاصه بهالاشياء فهو يامن لي هالاحجار من العراق من مصر من الكويت اكثر شيء متوفره يعني. ايوه هذول كذا شنو شنو اي في منهم بيسون ثلاثة أربعة ممكن خلايا بدي اسوي كذا لما تتلبس كلها مع بعض بتصير بس ذوقي الشخصي يعني. طيب قديش بتحاولي كمان انه يعني تنوعي ما بين ال 33 حبة او 99 حبة او حبات اقل يعني؟ اي في هذول الصغار اذا شفتهم هذول نسائية تكون صغيرة يعني صغيرة مو اكثر من 33 66 فردي تكون عشان لانه المسبحة من التسبيح فردي تكون نسويها. للرجال كبيرة تكون 99 حبة. فأنت كده بتقسميهم نسائي ورجالي يعني. وفي للأطفال بعد هم. في للأطفال. أسويهم في يعني أطفال يطلبون مثل ما قلت لك عشان الصحة وعشان. طيب زينب شكرا لحضورك معنا. تسلمي شكرا تسلمي. انبسطنا بشوفة الأغراض كمان. شكرا شكرا زينب. شكرا جزيلا.